الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس وين اختصاصاتنا في حواراتنا وتحقيقاتنا تكون صحية طبية وعلمية بالأساس، كل يوم من العشرة حتى النص نهار، من الاثنين حتى للجمعة. وهو القائل: الأرض التواعية للرجال الذين يملكون الأمل ويقدرون على تحدي المستقبل. المفكر التونسي محمود المسعدي. تدسويت سومير. سومير. وبلغة الأرقام، مرض العماء حسب المنظمة العالمية للصحة، هذا باش يكون موضوعنا بعد شوية. جون دي سانتي كيما استنستو بها، وكواد نوف سانتي، هذا في ساعتكم الأولى. في ساعتكم الثانية كالعادة يكون حاضر بحذينا الطبيب الاختصاص المختص في العلاج النفسي، باش نحكي معاه على كلمة ولد درجة برشا عند التوانسة: ستريس عمل في ما خلانيش نعيش. شنو الضغط النفسي هذايا، الأعلام نتاعو، الأعراض نتاعو، تأثيراته الصحية، هذا وأكثر باش يكون موضوعنا بعد بشوية. الضغط النفسي شعور يعيشوه برشة توينسة ناتج على حياتنا اليومية. وقتش الضغط النفسي يولي مقلق ويتطلب علاج نفسي فوري، شنو أعراض الضغط النفسي الحاد وكيفاش نعالجوه، هذا وأكثر أسئلة يجاوبنا عليها المختص والمعالج النفسي الأستاذ فيصل الكعبي من 11 حتى النصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع الحيم، صحتكم بالدنيا. صحتكم بالدنيا بارتير من 11 حتى نص نهار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة فهم. محمد الجاموسي وموسيقتي وصلنا 20 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على راديو الحياة فهم. سونتي 5.0. استريس، حتى الحياة العامية واليومية عند التوانسة الكل ولات فيها برشا ضغط، والتوانسة يقولك استريسي. حتى باش نخلط على أبسط أبجديات الحياة، شنو هو استريس، شنو هو الأعراض متاعه، هل هو مرض ولا أحد الأعراض المهمة لمرض أخرى، هذا أكثر موضوعنا في هلو دكتور. الضغط النفسي شعور يعيشوه برشة توانسة ناتج على حياتنا اليومية. وقتش الضغط النفسي يولي مقلق ويتطلب علاج نفسي فوري، شنو أعراض الضغط النفسي الحاد وكيفاش نعالجوه، هذا وأكثر أسئلة يجاوبنا عليها المختص والمعالج النفسي الأستاذ فيصل الكعبي من 11 حتى النصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع الحيم، صحتكم بالدنيا. صحتكم بالدنيا، هذا مش يكون موضوعنا من بعد بشوي. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. اليوم مش نحكي لكم على 40.5 مليون شخص في إقليم الشرق المتوسط هذا عندهم يعانيوا من مرض العماء، هذا وأكثر موضوعنا في شيفر سانتي. شيفر سانتي، رقم قدمته منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق المتوسط، ويتأكد لنا أنه لا يزال العمى وضعف الأبصار يشكل أحد مشاكل الصحة العامة في العديد من دول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط. وفقا لآخر التقديرات، فإنه حوالي 40.5 مليون شخص في الإقليم عندهم ضعف إبصاري، وحوالي 5 ملايين مصابون بالعمى. وقد تم تقييم ضعف الإبصاري والعمى وأسبابها عالميا من قبل أقاليم منظمة الصحة العالمية من خلال بيانات حديثة. وأشارت البيانات العالمية الحديثة إلى أن 82% من السكان اللي يتجاوز 50 عام مصابين بالعمى، وإلى أن الأسباب الرئيسية لضعف الإبصار هي أخطاء الانكسار عند المصحة 43% والسيد 33%، وأن السبب الرئيسي للعمى هو السيد يتلوه الزرق واعتلال الشبكية السكري وأخطاء الانكسار وعمى الطفولة. وللتغلب على هذه المشكلة، فإن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي يعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء وشركاء كامتاعه من أجل القضاء على أسباب العمى اللي يمكن تجنبه. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. ذكركم من العشر نص لفلاش انفو، ومن بعد شوي زيدة أجندا سانتي، أهم المواعيد الطبية والصحية.
صباح نشكركم لحسن اختياركم 93 وإلى 3W راديو الحياة فام بوان نت. استريس هذا هو باش يكون موضوعنا من بعد بشوية. حالة من الضغط النفسي اللي قاعدة تعيش عليها التوينسة الكل وقاعدة تأثر لهم على حياتهم المهنية العائلية وحتى على صحتهم. هذا وأكثر باش يكون موضوعنا من بعد بشوية. الضغط النفسي شعور يعيشوه برشة توينسة ناتج على حياتنا اليومية. وقتش الضغط النفسي يولي مقلق ويتطلب علاج نفسي فوري؟ شنو أعراض الضغط النفسي الحاد وكيفاش نعالجوه؟ هذا وأكثر أسئلة يجاوبنا عليها المختص والمعالج النفسي الأستاذ فيصل الكعبي من 11 حتى نصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم صحتكم بالدنيا. اليوم زاد باش نحكي لكم على سيكل دو فورماسيون براتيك اون ايكوغرافي كلينيك اون ميديسين دورجانس. هذا في اجندا سانتي. اجندا سانتي هذا من تنظيم الاسوسياسيون دي ميديسان دو فامي دو سفاكس بالتعاون مع كلية الطب بسفاقس. نعاود نذكركم انه باش تكون فما ان سيكل دو فورماسيون براتيك تحت عنوان ايكوغرافي كلينيك اون ميديسين دورجانس. هي سي لا ديزيام سيسيون من تاريخ 21 حتى 22 ماي 2022، والسيسيون الثانية باش تكون من 28 ل 29 ماي 2022. ونعاود نذكركم انه سيبل لي ميديسان جينياليست ولي ميديسان دو فامي ولي ريزيدون اون ميديسين دو فامي. أكثر تفاصيل نجمو تلقاوها على الباج أوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة تفهم إذاعة القيروان للصحة. هذا فيما يخص السيكل دو فورماسيون براتيك تحت عنوان إيكوغرافي كلينيك أون ميديسين دورجانس من تنظيم الأسوسياسيون دي ميديسان دو فامي دو سفاكس وكلية الطب بسفاكس. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة تفهم. واحد وخمسين دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على راديو الحياة تفهم. تحت الضغط هذه ضغط كبير قاعدين نعيشوا فيه في الخدمة في القراية في أبسط الحياة حتى بشتغلت. استريس هذا ولا يأثر على حياة التوينس الكل؟ شو معناها استريس؟ شنو الأعراض متاعه وكيفاش يداوى؟ هذا وأكثر مهم الموضوع برشا. تكلمونا على 70-035-120. الضغط النفسي شعور يعيشوه برشة توينسة ناتج على حياتنا اليومية. وقتش الضغط النفسي يولي مقلق ويتطلب علاج نفسي فوري؟ شنو أعراض الضغط النفسي الحاد وكيفاش نعالجوه؟ هذا وأكثر أسئلة يجاوبنا عليها المختص والمعالج النفسي الأستاذ فيصل الكعبي من 11 حتى نصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع رحيم صحتكم بالدنيا. بلاغ أصدرته وزارة الدفاع فيما يخص تجنيد إدارة طبية وصيادة وأطباء أسنان وإدارة شبه طبية توت سويت. ودنف سانتي في إطار دعم مؤسسات هيكل الصحة العمومية بمختلف ولايات الجمهورية بالعنصر البشري المختص وعملا بالأحكام قانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والمتعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الفصول 2 و3 و4 منه، تدعو وزارة الدفاع الوطني كل الإطارات الطبية وأطباء الأسنان والصيد لو إطارات شبه الطبية من فنيين سامين للصحة ممرضين للصحة العمومية إناث وذكور اللي أعمارهم لم تتجاوز السن القانوني للتجنيد 35 سنة إلى تلبية نداء الواجب وتعزيز المجهود الوطني في مجال العناية بصحة المواطن في إطار أداء واجب الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة لدى وزارة الصحة. الخدمة الوطنية الأقرب إليهم والمتواجدة بكامل ولايات الجمهورية مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية نسخة ماء وزوز نسخ منها ونسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها، وسيتم توجيههم إلى أحد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة لإتمام إجراءات التجنيد وتعيينهم بأقرب وحدة صحية في مقر إقامتهم حسب الحاجية. هذا وتعاول وزارة الدفاع الوطني على وعي شباب تونس للتجاوب التلقائي مع هذا النداء استجابة لحاجية الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني. هذا حسب البلاغ لوزارة الدفاع التونسية حول تجنيد إطارات طبية وصيادلة وأطباء أسنان وإطارات شبه طبية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة تفهم. كم الثانية من سانتي 5.0. سانتي 5.0.
ضغط كبير قاعدين نعيشوا فيه التوانسة. وسالت الكلمة شبيك، راني ستريسي، راني العصابي، راني ما عادش خالط الروتين ولا يقتل برشا. هذه من الكليشيه اللي قاعدين يحكيوا فيها التوانسة. شنو الضغط اللي عايشينه؟ وش معناها كلمة ستريس؟ الأعراض متاعه؟ وشنية الأسباب؟ كيفية العلاج والوقاية؟ هذا موضوعنا اليوم في ألو دكتور. الضغط النفسي شعور يعيشوه برشا توانسة ناتج على حياتنا اليومية. وقتش الضغط النفسي يولي مقلق ويتطلب علاج نفسي فوري؟ شنو أعراض الضغط النفسي الحاد وكيفاش نعالجوه؟ هذا وأكثر أسئلة يجاوبنا عليها المختص والمعالج النفسي الأستاذ فيصل الكعبي من 11 حتى نصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70-035-120 70-035-120. مع الحيم صحتكم بالدنيا. أستاذ فيصل الكعبي، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، صيام مقبول وضرب مغفور إن شاء الله ليك ولجميع المستمعين والمستمعات. أمين يا ربي. الضغط والستريس هذا مش يكون موضوعنا، لكن قبل خلنا نعطيه التعريف صغير للمشاكل النفسية كان صح التعبير هكا أستاذ؟ بالأساس أنا نقول الفنكسيونمون لابسيشي، معناها النفس البشرية كيفناش تشتغل يوميا. إحنا في اللحظة دي اللي عايشينها أنت يا رحيم، فما ثلاثة مستويات من الوعي، من التفاعلات موجودة في داخلنا في كل لحظة. فما الأفكار والصور والكلمات اللي تجيك في مخك، فما الانفعالات العاطفية، فما شعور معين موجود، وفما الإحساس الجسدي. هذوما ثلاثة مستويات في كل لحظة من لحظات، في كل تجربة من تجارب حياتنا مترافقين. أي تغيير في مستوى من المستويات يأثر على الاثنين الآخرين. لو تغيرت أفكاري مش تغير على مشاعري، مش تغير على أحاسيسي الجسدية. لو تغير جسدي، غيرت القاعدة، غيرت كنت قاعد واقف، تتغير المشاعر وتتغير الأفكار. اللي حبيت نلفت انتباه المستمعين والمستمعات لهالترابط بين الثلاثة، لأنه مهمين جدا في مسألة تسيير حياتنا وفي مسألة معالجة الأعراض اللي يمكن تجينا. أنا عندي عادة في العيادة عندي، أنه أي إنسان يجي منتفع، يجي لإشكالية معينة، نقول له تخيل الشيروجيان الجراح لما يعمل عملية جراحية عنده ثلاثة شاشات كنترول، التنفس، القلب، والخريطة الذهنية. احنا في علم النفس وفي العلاج النفسي عندنا ثلاثة شاشات، هما في اللحظة دي لو نسألك يا رحيم في اللحظة دي شنو الأفكار اللي تمر ولا الصور اللي تمر في راسك، شنية بس كونستا، شنية الانفعالات العاطفية الموجودة حاليا، وشنية الأحاسيس الجسدية. للأسف احنا عادة نهتم كان بالأفكار وننسى جسدنا وننسى المشاعر متنا، إلا في حالات الأزمات فجأة نحس فما تنسيون في رجلي ولا في يدي ولا في قلبي، ولا معناه من تفكر جسدي كان وقت اللي يشتكي، بينما ضروري يكون حاضر عنا في كل لحظة من حالات. أيما ثلاثة نقاط هذوما مهمين، خاطر حتى في تقسيمنا لأعراض بتاع ستريس باش نقسموهم على ثلاثة. أكيد أكيد، هذا علاش الناس الكل بين ذكركم تنوزوا تكلمونا على 70-035-120 70-035-120. قبل ما نبدأ كل شيء سي فايسل، كلمة سهلة ولا صعيبة يقول راني ستريسي؟ هي سهلة، لأنه ستريس معناها مش نذكر أنه ستريس شيء طبيعي، هي ردة فعل فيزيولوجية طبيعية وإيجابية في حياة الإنسان باش تحمل الإنسان على التأقلم مع محيطه. مثلا أنا جاي للبرنامج هنا حاش بشوية ستريس يخليني نحضر نفسي ونحضر أفكاري ونحضر نكون حاضر في الحضور في هالبرنامج هذا فيما قاعد نقوله. إذن ستريس يساعدني باش نأدي أداء إيجابي للمهمة اللي أنا مقايم بها. أنت ونتصور نسميه التراك دو الارتيست، أي إنسان عنده أداء مرتفع سواء كان طبيب سواء كان فني، عنده نوع ما من التراك. التراك هذا يحفز قواه باش الأداء اللي مش يأديه في مهمته يكون إيجابي. ستريس يولي سلبي، كما مرة أخرى نتحدث عن الخوف قلت الحرارة الجسدية، لو ترتفع
الستريس ارتفع أكثر من اللازم وما عادش قادر أنا نسيره، ما عادش قادر نضبطه، يولي هو مأثر لي على حياتي، يولي مرضي وعنده تبعات سلبية نتكلم عليها. دونك هي وضعية طبيعية جدا لكل واحد. كل واحد وضرورية زادة. ضرورية؟ ضرورية باش نتأقلم، باش تدفعني نتأقلم مع محيطي، وإلا نصبح في اللامبالات ونوع ما غير، ما عادش رد فعل مع المحيط، ما عادش نتفاعل مع الموجود مع محيطي. أي. دونك لنا كيف باش نتعامل لنا تو مع الضغط النفسي اللي هو ستريس، خان باش نسهلوا الناس الكل شوية. أستاذ، هل هو من الأعراض أو ناخذه كمرض إلى حد ما معناته؟ لما يبدأ ما عادش مسيطرين عليه ويولد أعراض مش تكلموا عليها، يصبح مرض، لأنه مش يأثر على كثيرا على ما نسميوه اللي مالادي فاسكولير، الكارديو فاسكولير، القلب، أعراض القلب، الأوعية والقلب، وتنجم توصل الله معفينا إلى السكري ولا السرطان، معناها تنجم تولد أمراض جسدية، لأنه الجسد يولي يتفاعل بدرجات معينة، يولد عنده أمراض خطيرة جدا، هو نتيجة الستريس الغير مضبوط، الغير مؤطر، يصبح معضلة كبيرة ويصعب بعد مرات متابعته. بون، دونك الستريس نجم يخليني فايق باش نتجاوز العقبات، المشاكل اللي عندي انا ونتفاعل معه، ولكن الى حد ما يولي هو معطل لحياتي العاديه. اذا تراكم وما انتبهتلوش وما اخذتش بعض المحاذير، ومش نقول عليها بعد شويه، اذا ما اخذتش بعض المحاذير في حياتي اليوميه في التعامل مع الضغط هذا، يمكن يولد اشياء سلبيه. اليوم مثلا اولادنا وبناتنا داخلين على فترة البكالوريا، مش يقع نوع ما من الضغط في محاولة الدراسة وتلافي ما نقص اللي فاتوا، إذا ما انتبهوش وبعدوا على بعض السلوكيات، مش نعطي بعض السلوكيات اللي يمكن تفاقم في الستريس وتزيد التوتر، تزيدوا كأنه تعرف العضلة بعد مرات كي تتحرك ما نسميه الكرامب، بعد مرات العضلة مع الجوب شد العضلي، هذا نفس الشيء بالنفس النفس، إذا ما ننتبهش لبعض السلوكيات السلبية اللي نتعاملوا بها، يمكن تولد علينا ضغط وستريس، يولي مرضي وقته. التصوير هذه تنجم تصح على ستريس والا لا استاذ فايز؟ وكان وانا عندي انسان كل مره قاعد نزيدو في كل مره نزيدو كيلو حمل، كل مره نزيدو كيلو حمل، الى حد ما ما عادش ينجم يقاوم كل الحمل هذاك، يرجع به التالي، هذاك وقت يولي الفرق بين السلبي والايجابي. صحيح، لكن تصليح واحد انه مش نيانا نزيدو، هو يزيد على نفسه. نحكيك بون روتين تعدى معناتها الضغط نتاع الخدمه نتاع الدار نتاع الحياه اليوميه، دونك هذاك معناها ضروري انا نكون حذر باش ما نقبلش ان يزيدوا عليا حتى في العمل. نتعلم نقول لا، نتعلم ما نقبلش المهام المستحيله، نتعلم هذا علاش قلت بعض السلوكيات ضروري ينتبه لها ونحطها في بالي باش نتلافى الحالة المرضية اللي يوصلها الستريس. دونك فكرة خلنا نوضحها وتنعود نرجع بها حتى من بعد في آخر الحصة معك. دونك فكرة ساعات تلقى تونسي توا شبيك راني ستريسي، علاش؟ خاطر ما كل يوم ما نخلطش أنا على الكار، كل يوم ما نخلطش باش نمشي نقضي ستريسي وتفقد مواد غذائية، نجم يكون هذاك من الأسباب معناتها، وإلا قاعدين نهولوا بصفة كبيرة. لا، هذه بعض السلوكيات. هذه اليوم يقولوا عصرنا هو عصر الستريس، عصر الضغط، أكيد فما ضغوطات لا حد لها في حياتنا اليومية، أكيد عنا نمط حياتي ما يولد كان الأمراض، هذا علاش نسبة الأمراض السكري ولا وضغط الدم وكذا، أشياء مهولة في تونس، أشياء تبلغ إلى حلود 30 معناها في المئة من 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 السكان، هذه أشياء غير مقبولة، ضروري ننتبه، لأنه الجري وراء الكار كما قلت، المواد الناقصة، المواد الأولية الناقصة، كثير أشياء تخلي عوامل ضغط في حياتي، كيفاش أنا يلزمني نتعامل معها، وإلا تصبح أشياء مرضية. إذا فما أشياء سلبية في محيطي ضروري أننا ننتبه ونقول كيفاش نجم نتعامل بها،
الريجولاسيون هي التعديل، كيفاش نعدل في سلوكياتي وفي تعاملي مع الأشياء باش ما تكونش عامل ضغط عليا، وإنما تكون موجودة عوامل سلبية وأنا نتعامل معها بأريحية أكثر. به دونك للسيطرة على هالتوتر والضغط هذا بصفة عامة لازمنا نعرفوا الأعراض نتاعو. هنقسم معك بعض الأعراض توا كنت تسمح لي أستاذ. حاب نحكي معك على مثلا أعراض التوتر العصبي النفسي، معناتها ستريس على الجانب النفسي يسبب لنا سوء من الحالة المزاجية. هذه من صحيح. الأعراض صحيح. شو معناها بالضبط؟ نصبح نوعا ما عندي حساسية مفرطة، معناها إيريتابل، معناها إنسان يولي كل شيء أثر فيه، ولهذا ينجم يخرجه من نفسه. هذا فين السلوكيات السلبية نعتبروها مع الآخرين، لأنه أعصابه معناها كان أعصابه مجدودة، أي حركة أي حس بسيط ينجم يوتر له أعصابه. وهذا متولد من شيء آخر يمكن سابق، هو أنه الضغط النفسي نجم يولد قلة النوم أو اضطراب النوم. واضطراب النوم معناه ما ناخدش راحتي في النوم، ما ناخدش بالصواب، تولي نوع ما من شيء من التعب الجسدي، والتعب الجسدي يوتر، يولي أقل شيء يوترني أي كلمة هكا جانبية. سوناريم تاع تليفون تنجم توترك، تولي صحيح. كلاكسون تاع أي أذى. علاش مش نرجع للسلوكيات السلبية، أنه أي كلمة هكا مش ما عجبتنيش نخرج من يقول بالعمي ينطر، يولي ينطر يولي عايد. من الأعراض التوتر العصبي النفسية الشعور بالإرهاق. صحيح، كما قلت هذه نتيجة نقصك النوم، نقص النوم، وفما نوع ما من التغذية يمكن نتكلم عليها شوي، لأنه البدن يولي يطلب كثير سكريات وأكلات سكرية، هذه نوع ما تسبب أمراض القلبية كما قلناها بكري، وتنجم توتر الأعصاب في حد ذاته. صعوبة الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي، تحس روحك ما عادش مرتاح، معناتها خلينا نقولها بالعامية، الأعصاب متوترة وما عادش قادر، ما لقاش راحتي، مش نلاقي راحتي. وكما قلنا في الليل الواحد نومه مضطرب، إذا مش قادر ريكوبيري، معناه يسترجع قواه، مش يصبح في فورما الصباح ومرتاح، ولهذا أعصابه متوترة، يولي دائما شعور بالتعب. الميل الى الوحده، ديما تلقى يقول لك اختاني هاني وحدي وسيب، اميل الميل للوحده، لانه الانسان في هالفتره الضغوطات يولي مهووس بالديتاي، عنده مشكله يعوض ما ياخذها بشكلها الشمولي، ياخذها يولي يلوج على الديتاي، ادق التفاصيل تولي عنده، ولهذا هذا اللي نسميه مهموم، يولي دائما يفكر كيف معناتها عنده مشكله في العمل، يفكر يندرى كي قال هو عرفه عرضه، قال له صباح الخير ما قاليش، هز لي يده ما هز لي، يولي يلوج على الديتاي، وذا الهم ذا يخليه نوع ما ما عادش في تواصل مع الاخرين. به للساده المستمعين تو باش نحكي على اعراض التوتر ستريس، معناتها نحكيو عليه العصبي على مستوى الجسدي على البدن وعلى الصحه، باش يفهموا الساده المستمعين مدى خطوره الوضعيه كي ما نعرفوش نجريو ستريس نتاعنا. هذا عواقب ستريس، اي عواقب من الاعراض نتاعو، انخفاض مستويات الطاقه، تحس روحك ديما تاعب وفاش، صحيح النقطه دي. صحيح، ولكن في بعض مرات، وهذا البارادوكس، بعض مرات السيستم نيرفو باراسيمباتيك من كثر ما فما ستريس يعمل ردة فعل، بعض مرات انبوفي، معناها حملة انرجي جي، هو دائما فقدان الستريس، لكن حملة انرجي جي ولكن ظرفية، كيت وقت بعد ترجع بيك وبعد ترجع تطيح ديما وجاي على الراس، هذا اللي ينتج عليه التوتر العصبي على المستوى الجسدي، وذلك نتيجه قله النوم، كثره التفكير والشعور بالاشهاد الاجهاد الشديد. راسك يبدا يوجع فيك. صح. اضطرابات في المعده، يمكن ان تحدث اضطرابات في المعده نتيجه للشعور بالتوتر، بما في ذلك الاسهال والامساك، وتصل حتى للردين، معناتها الغثيان، نسميوه المغص، زاد مغص المعده، الام في المعده وتقلصات في المعده. تذكر المرة الأخرى في مسألة لما أعطيت التمرين تنفس، أعطيتها التمرين باش
توسع من دائرة المعدة باش إذا هذا لما ما نتنفسش بالصواب المعدة تتقلص وتولي فيها نوع ما من الاضطرابات اللي قلت عليها. آلام العضلات وين يصاب الشخص بالتوتر، فإن العضلات والمفاصل تصاب بتوتر أيضا ويتسبب الشعور بالألم في مختلف أجزاء الجسم. تسرح تقول لك دقدق يقولوها، وهذا يمكن زاد مربوط لأنه الأشياء هالعرضة دي مربوطة بعضها. نعيد اضطراب التنفس واللي ما عادش تنفس بالصواب ويصبح نوع ما قلية الأكسجين، ما عادش يتغذى البدن بالأكسجين الكافي، وهذا يفين يوتر الأعصاب والعضلات تولي نوع ما مشدودة أكثر. وجايع في الصدر ونلقاه قلبك تحسه يضرب بالقوي، هذه زيادة ألم الصدر وسرعة ضربات القلب تعد من الأعراض اللي تصيب بالجسم عند زيادة التوتر العصبي والضغوط النفسية. وحين تزيد ضربات القلب يشعر الشخص بضيق في التنفس مع وجاع في الصدر نتاعو. توصلك كلها ديكريز تسميه ديكريز ولأنه مرة أخرى مربوطة بمسألة التنفس، وهذه مسألة التنفس ضرورية وأساسية. علاش قلت أنا الثلاثة مستويات، التفكير والجسد إحساس جسدي وتفاعله والمشاعر مربوطين بعضهم. كل الجسد يتوتر ما عادش يتنفس بالصواب تولي هالأعراض ذي كلها، وذي تزيد من الكآبة على مستوى الفكري ولا الأرق. يعد الأرق من مشكلة صحية شيء اللي تنتج عن التوتر والستريس، حيث يصعب تجاه المشكلة التي تتسبب هذه التوتر ويكثر التفكير فيها أثناء الاستلقاء في الفرشة. كل واحد يجيب يرقد يتعدي ومشاكل الدنيا الكل قدام عينيه. ينجم يكون معذرة، ينجم يكون الأرق، وينجم يكون نوم مضطرب يرقد ويقوم، وينجم يكون نوم مضطرب حتى ولو يعتبر روحه نام رقد للكل، لكن بالكاليتي نوعية النوم تكون مضطربة لأنه مسألة التنفس تبقى كذلك في المنام في النوم، وتصبح مضطربة ويصبح صباح يقوم صباح يلقى روحه تعب. للسيد المستمعين مش نعطيكم وضعية أخرى شو نجم يعمل ستريس في البدن. أستاذ فيصل، ساعات من كثرة ستريس تلقى روحك تقرب فيسا وديما عندك الالتهابات المتكررة. صحيح النقطة ذي سي فيصل؟ صحيح صحيح. تزداد فرص الإصابة بالالتهابات في حال شعور بالتوتر العصبي بما فيها التهابات الجهاز التنفسي. بشيفهم أكثر من هكا راو انخفاض حتى في نجم يأثر على الإنجاب والرغبة لدى الإنجاب، هذا زيد راو يأثر الستريس نجم يأثر عليه. لحد ما التوترات كلها تنجم تعمل اضطرابات من هذا النوع. تنجم يكون عندك جراء ستريس وجاي حتى في السنين، اللي احنا اللي ساعات تقام وجاعك في السنين اللي ديما مسكر على فمك خاطر ستريسي، ديما الميسكل اللي في الفم ينجم يكون ستريسي، اللي تقوم في الليل تلقاهم هذوما خاطر كرقت وبك الشد العضلي الكبير تلقى وجاي حتى في السنين. هذه هو المشوار الفك السفلي يولي ديما ضاغط والأعصاب كما قلنا بكري مجدودة مجدودة، إذا تنجم توصل إلى ما غير ما نشعر ظل قاعد وظل سنيه تهرش في داخل لأنه ما غير ما يشعر وهو يفكر في حوايج أخرى. فما نوع ما نسميها العدوانية مكبوتة مش ما تخرش لبرا. هذه مش بش أحكي لكم زيادة قديش نجم يأثر على السكر، ما يمديش نسبة متاع السكر وخاصة على ضغط الدم. هذوما راهم من أهم راهم هما برشا. نعاود نذكر راهم التوتر العصبي والأثار متاعه الجسدية راهم برشا، هما ذوما من أهمها لحقيقة قدمكم من السلوكيات المربوطة بالسكر هذه اللي هي كما قلت أنه ما غير ما يشعر يولي عنده ميول وطلب لي أكل أكلات ولا مشروبات هو يقول به ساعات يقول لك اللي تمشي مع تفهمانيسي أنه أكستريس وضغط أنت يحطه في ماكلة يقول لك برموما وقتها وقتين حس روحه لباس ما يبقى فين مش باهية مش باهية لأنه كما كنت تعرض أنت في بعض الأعراض فما توتر في العضلات وفما نوع ما من الإنسان روتانسيوم يعني يشد نفسه على الحركة ما عادش في تواصل مع محيطه، إذن السكريات اللي يكون الكل تتراكم في جسده ما عندوش إمكانية يحرقها ويخرج له. فما الجانب الثاني هي هل التعب وقلة نومه يدفع الإنسان أنه يمشي للكافيين، كل ما هو مواد
منبهات في الكوكا في القهوة، يولي يكثر منهم ما غير ما يشعره كأنه الجسد يطلب هالذي باش يعدل، ولكن كلها عوض ما تحل المشكلة تزيد تفاقم المشكلة. وخنعطيكم بصفة عامة زيد أستاذ فيصل، ساعات يقول لك راني نحس في بدني مفرس وما يعرفش علاش، كل شيء يبدا عنده مفرس، واللي احنا نسمعوه شبيك والله قمت مفرس حاس روحي مش نفهم روحي شبيني هكا، فما متقلق من فما قلق مش عارف ايه مؤشرات جسدية الكل ماشي ستابل نتيجة ستريس كي تقسم في البلايص هذه الكل به تسمح لي تفضل لأنه بعض مرات وهذه في يمكن تمس بعض الأمراض النفسية الأخرى اللي مش قادرين نعبر عليها بالكلام الجسد يتولى يعبر عليها. الجسد هذا علاش قلت مرتبطين ببعضهم، اللي أفكاري مش قادر ظل مهموم ولا عندي مشكلة ومش عارف نحلها كيفناش، إذا مش قادر نعبر عليها بالكلام مش تعبر عليها بدني مش يولي هو يتولى يولي نسميه لوكور بارول الجسد الكلمة هو يولي يعبر عن هالملاذ هذايا بأساليب اللي كنت نعرضه فيها الكلها. به من أعراض التوتر العصبي على الجانب العقلي كصح التعبير أستاذ فيصل أيوة. توصل عدم القدرة على اتخاذ القرارات واللي ما عادش تاخذ ديسيزيون صحيحة في وقتها وكما يجب تتخذ، هذه من الأعراض. صحيح. انخفاض الإنتاجية في العمل. صحيح. عادش نجم تخدم، عادش نجم تنتج كيما قبل، ما عادش كيما سنسين بيك. خليني نربطها زايدة بمسألة النقص النوم وكذا، يولي نوع ما ديفيسيت، فما نقص في المعلومات المعرفة ونقص في الحركة الجسدية، يشعر بنفسه ما لا دروع معناه غير موفق في حركته ولا في كلامه، حتى كي أدي إنتاج معرفي يؤديه دائما بشكل سيء لأنه هو جسديا مش مرتاح، ولهذا أداؤه دائما معرفي ولا سلوكي يكون متوتر. به عدم القدرة على التركيز حتى على أبسط، ما عادش نجم يركز حتى في موضوع. صح. كما قلنا بكري يمكن طبيعة الستريسي وهذه أحد علاماته أنه الإنسان من كثر ما يركز على الديتاي يتشتت يتشتت، ما عادش ينظر للشيء بشكله الشمولي، إذا التركيز ما يولي صعب في هذا الإطار. النظرة السلبية هذه أخي بحاجة، النظرة السلبية للأمور إنه الواحد ما عادش عنده لومبي، ما عينوش بشي يقوم يمشي يخدم ويوصل لزوبجيكتيف اللي هو حاطتهم حتى بعد عام ولا عامين، سلبية نظرته تولي أكيد لدي. هي تنجم تكون مدخل وتكون نتيجة. علاش مدخل؟ مدخل للستريس وتكون نتيجة يمكن للستريس أنه يوصل مدخل للستريس. نعطيك مثال، الناس اللي يجي ويقولوا اه رمضان ويجي يتوتر ويقول لك أنا مرمضان وحشيش رمضان لأنه ماخذ رمضان الجانب السلبي. رمضان هو نقص من الدخان ونقص من الماكلة بينما لو يمشي في الجانب الإيجابي، لو ناخذ بونسي بوزيتيف التفكير الايجابي الزاويه الايجابيه انا واحد ناس نقول نستبشر برمضان، نقول رمضان يمنعني ان نص النهار ما نقوش باش نفطر، اذا عندي وقت اكثر، ثم لاني وصلت من درجه العلم نقول لما ما تاكلش الدم اللي كان محصور في الـ في الـ في المعده الضغط نتاعو يمشي للمخ، اذا المخ يصبح يسقى بالدم اكثر مما لما تشبع المعده الفي ابل معناتها جهدك الكل شي يركز على الدم الكل مش يمشي للمعده ولهذا هذا علاش واحد كي يبشم ما عادش نجم يفكر يقول لك حشاك تبقى وصل للقف ما عادش نجم يفكر. اذا انا نقول اكثر اعمالي الذهنيه والفكريه نعملها في رمضان، إذا لو ناخذ رمضان بالجانب الإيجابي نولي نفرح به، ماش بالعكس نولي مستبشر دائما نضحك لأنه هذا الجانب الإيجابي شايفه، بينما علاش قلت مدخل إما ناخذ ولا في العمل طلبوني في عمل نجم ناخذ نقول هذا تقدير وطلبوني بجهد لازم نعمل الجهد وكذا، ولا ناخذ بجانب السلبي يولي ستريس تعب ونهار الكل نشكي منه. إذا التفكير السلبي إما يكون مدخل للستريس والضغط على حياتي ولا يكون نتيجة، بينما لو نعكس الصورة وننصح الناس أن تتعامل مع كل شيء في حياتك أي كانت المشكلة، شوف فما جانب سلبي في كل حاجة فما جانب إيجابي. صحيح نجم نشوف
توفى لي حد نجم نحزن ونقول فقدته، فما الجانب السلبي، ولكن الجانب الإيجابي يقول والله ارتاح من الدنيا، كان مريض وكذا، فما جانب إيجابي مشى. نظرتي للوضعية الغفاري قال أحب المرض والفقر والموت، قال له كيفاش تحب الأشياء السلبية، قال له أحب الموت لأني عندما أموت ألاقي ربي. إذن جانب إيجابي عندي، مش تمشي نلاقي أحب إنسان، أحب إله عندي، باش إذن الحب يدفعني أنه نولي نحب الموت. سمحوني في هذا الإطار ناخذ الجانب الإكستريم معنا، أما نقول كيفاش في كل شيء نجم نشوف السلبي والإيجابي. خلينا على الأقل نشوف الاثنين، نقول شوف كان الإيجابي، شوف الاثنين ونتعامل معه به، توصل بيهم إلى فقدان حس الدعابة، ما عادش يفادلك كما نعرفه. هذا من لأنه مهموم بي وحزين وكئيب وكأنه محاصر، قلنا بكري على الوحدة سوليتود، نوع ما معزول عن المجتمع، إذن ما عادش عنده طاقة باش يستوعب بيه. وهذه أحد الأشياء اللي يمكن تكون علاج، أنه ننصح الناس اللي عندهم ستريس وضغط حياة أنهم يضحكوا بشكل حتى افتعالي، تعرف لورير الضحك أصبح مادة للعلاج النفسي، أنا يجي يقول لك أضحك هكذا حتى ولو اصطناعية، الضحكة الاصطناعية تفرز بعض الهرمونات اللي ما نفيقش بها، لكن عندها مفعولها على الجسد وتعمل نشوة، احنا مشنا قادرين نصل إليها بصفة طبيعية. نفاذ الصبر والاضطرابات العدواني، هذه من الأعراض التوتر العصبي على السلوكيات، على أي العصبي العقلي هكا توصل صحيح، واللي ما عادش عنده صبر حتى شيء. هذا يعني قلنا بك الشد للسنين والألام وكذا، لأنه حاس شنو مضغوط، أنه حاس فما قوة ضاغطة عليه من مشكل معين، كأنه محاصر، كأنه مش لاقي حل فيها، إذن نوع ما ما عادش نفد صبره لأي شيء آخر، كأنه مهموم بمشكل ويلزم ذيك تتحل باش ينجم يفضل الشيء ده. صحيح به. من أعراض التوتر العصبي على مستوى السلوك، طيب باش نحكيكم على السلوكيات بصفة عامة، راهم هما برشا، وعاود ذكر أستاذ فيصل كعبي أنهم راهم برشا، ما احنا خذينا الأهم، ما تحاول تاخذ بعض النقاط المهم. العزوف عن تناول الطعام والأكثر من تناول الطعام، فهذا يختلف من شخص لآخر، فما ناس معاش تاكل، فما ناس تولي تاكل برشا كما كنت تحكي. تجنب تحمل المسؤوليات ومحاولة الهروب الدائم من الواجبات التي يجب تحمل، أخطاني فك علي سيبني ما نحبش ما نجمشي، هذه زيادة نجم تكون. القيام ببعض السلوكيات الخاطئة كيما مش عطيكم واحدة لازم كنت تفهموها، ديما موجودة عند العبيد، قولك شبيك ستريسي اكي تقايب ديك في الثوافر نتاعه، هذه كراو من السلوكيات راو متاع انسان ستريسي، انه تقاه كبس على سنيه، هذيك زيادة انه ينجم يكون من الأعراض السلوكية للستريس، وعدم اكل الظوافر تنجم في حالات القصوى تسمى اوتوميتيلاسيون، معناها كانه ينتقم من نفسه بالنوم، مش بركة السهاد من القلق وكذا، لكن تنجم تكون توصل الى هذه الحاله. صحيح، هذوما راهم من الاعراض اللي تنجموا تلقاهم على مستوى السلوك. اضرار التوتر العصبي على الصحه، هذا راهم بارشة ومتعدده، هنعطي جمله منهم وزيدني عليهم استاذ فيصل. نجم تعطينا مشاكل في الصحة العقلية كيما الاكتئاب والعزلة كيما نحكيو عليهم بكري بشوي، أمراض القلب والأوعية الدموية كيما قلتهم، السمنة والاضطرابات الأكل الكل، مشكلات حتى في الدورة الشهرية، مشكلات حتى جنسية، مشكلات حتى في الجلد والشعر، نجم واحد راهو شعره طاح أكل يقولوا له مش بيك اللحسة اللي ساعات تقول له بالعمي في لحيته كسوة مرأة ولا راجل. صحيح. ولا تحت هذيك راي مستريسة ومشكلات في الجهاز الهضمي، هذا بالعمي، هذا ردات الفعل الجسدي كما قلنا، ردات فعل نتيجة هالضغط وتراكم سموم في داخل الجسد ومش قادرين نخرجها. إذن هذه دورة كاملة من الأفكار من المشاعر ومن التفاعلات الجسدية تولي تغذي بعضها وشيء يغذي الآخر. التعكرات الجسد تعمل ردات فعل انفعالية عاطفية سلبية وتعطي أفكار سلبية، تولي حتى في شخصيتي وفي تعاملي مع الناس متقوقع وغير غير غير سوي.
السؤال اللي طبعا مش حاولوا جاوبوا عليه معك انت يا استاذ الفيصل، اسباب خاطر معناتها الناس الكل يقول لك شنو هو السبب، معناتها اسكون بو معناتها نجمو يكون عندي اسكون بو كلاسيفي معناتها الاسباب نتاع الضغط النفسي اللي نعيشو الى ضغوط من المواقف المهدده للحياه، هذه تنجم تكون من الاسباب. هذا هذا مرض، مرض هذا ما نسميوهم كرب بعد الصدمه. بعض مرات بعض الصدمات النفسيه تولد نوع ما لو ستريس بوست تروماتيك بعد صدمه، بعد الصدمه حالته وفاه الكرب بعد بعد الصدمه حالته، اي معناها انا نتعرض في لحادث اشرفت ريت الموت مثلا، شفت الموت بعيني وما مشيتش نعالج اثار لان صدمه، وضروري تولد كثير من التفاعلات اللي كنت تقول عليها، اعراض اللي كنت تقول عليهم. اذا في 3 أشهر ما شفتش ما عالجتش هذا تولي كانه اعراض صدمه مزمنه، معناها تصبح كان تستقر في الجسد. الضغط البيئي، ويكون الضغط النفسي في هذه الحاله كرد فعل تجاه الاشياء الموجوده حول الشخص، كما مثلا الامبوتياج، كما الحس اللي نسمعوا فيه، كما الضغط نتاع العمل، الضغط نتاع الاسره، هذه من الاسباب اكيد. هي باش نزيد ندقق في المساله هذه، فما ضغط حياتي موجود في كل العصور، لكن الان في عصرنا كثر الضغط لانه وقتنا ما عادش كأن ما عادش نتحكموا في وقتنا، نمط حياتنا ولا نجري في كل بلاصه، ما عندناش فرصه او ما نتركش لنفسنا فرصه باش نفرغ التفريغ كل الضغط هذايا الضروري في وقت من الاوقات نفرغ. الناس اللي ما تعطيش لنفسها اوقات راحه، اوقات تختلي بها بنفسها، اوقات تسترخي، يتراكم عندها الشيء هذايا وما عادش ما فماش مجال باش بشي اكيد التصوير يكون يقول كل مره انسان قاعد يسفح منه كل مره تزيدوا عليه كيلو، معناتها الدنيا نحكي بصفه عامه ولا الاسباب هذه كل مره لين ما عادش، اذا ما نقش على روحه راهو ما في الاخر باش ترزن عليه. الضغوط الداخليه، وتتمثل الضغوط الداخليه بقلق الانسان وتوتره تجاه الاشياء التي لا تستحق التوتر، والتفكير والشعور بالقلق تجاه الاشياء التي لا يمكنه السيطره عليها او القيام بتصرف تجاه هذه من الأسباب. هذه الشخصيات الهشة إما تكون في نتيجة الضغوطات كما قلنا سابقا وتراكم، يولي الأشياء البسيطة نعمل معها قبة، من الحبة يعمل قبة، وإلا في الأساس لأنه شخصيته ضعيفة من الأول وما عندوش زاد ثقافي واسع يحميه كبروتكتور حامي، يولي أبسط الأشياء تأثر فيه. صحيح. به من انواع الضغط النفسي استاذ فيصل الكعب، نجم نحكي على الضغط النفسي حاد، وهذا يعتبر هذا النوع اكثر انواع الضغط النفسي شيوعا ويستمر لفترات قصيره مربوطه ببعض الاحداث. صحيح. ويرجع مع انت هذا اللي قلت انا حاد لو ستريس بوست تروماتيك، فما صدمات احنا ما ننتبهلهاش حتى في حياتنا وتولد هالضغط هذا، يولي حاد لأنه يولي كأنه دوامة مش قادر نخرج منها وتعطي أعراض حادة في هذا الإطار. الضغط النفسي الحاد النوبي، في هذه الحالة يعاني الأشخاص من الإجهاد الحاد بشكل متكرر، ويرتبط بالأشخاص اللي يشعروا بالقلق أكثر من اللازم، ولا أولئك الذين يترتب عليهم القيام بالعديد من الالتزامات على التنظيم. هذا الضغط النفسي الحاد النوبي، هذه مرة أخرى مرتبطة بصدمات أو بأمراض نفسية أخرى غير مرئية، ولكن تولد الجانب الإحساس المفرط في هذا الإطار ويتجمع يتكتل ويظهر في نوبات كالأزمات هكذا كتجي. كي تطول في الوقت نولي وقت نخرج من الضغط النفسي الحادي اللي كنا نحكي عليه إلى ضغط نفسي مزمن، وهذا النوع هو الأكثر ضرر بالأشخاص على المدى البعيد مقارنة بالأنواع الأخرى، ويرتبط حدوث هذا النوع بالمشاكل الأسرية الدائمة، ونأكد على كلمة دائمة، وإلا مثلا حتى الفقر، كما فهم بعض شخص قد يكون عاجز على باش يلقى حل الفقر اللي عايش فيه، كي تطويل الحكايه يولي مزمن ما عادش حاد. صحيح. هذه الحاد هو اللي يجي
في ظرف يعرف البيك نتاعو يعرف السمي نتاعو يعرف بشكل مرئي واضح والدائم عنده ازمات بطبيعه الحال تقع ولكن شيء اصبح دائما معاه بسبب بغير سبب بابسط الاشياء ينجم يحير كل هالذاكره ذاكره الضغوطات ذاكره القلق من الموت ذاكره القلق من انه في خطوره وهذا تولد عنده بعض الاعراض اللي كنا نقولوا فيها به. هنحكي انا زيد على جانب اخر معك استاذي اللي هو مدى تحمل الانسان للضغط ومدى ما حاجه طبيعيه ومش نعيشها معها هنشوف انا قديش تتحمل. معناتها كل واحد عنده قدره معناتها انت عنده قدره متى تحمل مش كيفي انا معناتها فمش حاجه ستاندر هي في هذه في تنظيم حياتنا في نمط حياتنا متاعنا الانسان مثلا نعطي مثال واشياء بسيطه راهي انه يعمل تمارين جسديه يوميا يتمشى نص ساعه منصوح انه نص ساعه في النهار مفروض الانسان يمشي اذا ما عملش تمارين رياضيه اخرى فما ناس ما تعملش تغفل على الشيء بين الانسان اللي يعمل تمارين جسديه وبين الانسان اللي ما يعملش فما فارق انسان يولي قدرته على تحمل الضغوطات اقل اللي ما عملش سامورتي معناتها كما قلت ايفاكوي نوع ما من الافراغ اخراجك كانه فما كهرباء سلبي وكهرباء ايجابي الكهرباء السلبي من خلال حياتنا اليوميه فما ضغوطات وفما تمس جسدي اذا ما عنديش فرصه باش نتخلص منها في وقت من الاوقات تتراكم وتولي معضله يولي حمل رصيد سامحني مش نعطي مثال كما الوسخ اذا من الانسان مش مره في الاسبوع مره في اليوم يعمل دوش في وقت من الاوقات لو عام يجو يشوف يعمل قشرة جلده اخرى من الوسخ الضغوطات نفس الشيء اذا ما نتخلصش منها دوريا تصبح في وقت من الاوقات كاني قشره اخرى صعب الخروج منها تصعب المهمه برشا هذيك اللي شمع عديد من العوامل تؤثر على مستوى تحمل الضغط النفسي لكل فرد منهم الدعم المعنوي معناتها يبدا انسان في وسط العائله نتاعو بين اصحابه واحبابه تسهيل شويه ويستهل تعامله مع استرس صحيح هذا علاش المنصوح لكل انسان انه يعيش ضغط نفسي انه يتصل بعائلته بشكل اكثر يتصل بصديقه ويطرح معاه انا نقول بعض مرات كي نتكلم في موضوع مش نشكي كاني نفكر بصوت عالي كي نطرح موضوع اشكال انا عايشه على صديق مش ننتظر منه جواب واحنا للاسف عندنا في ثقافتنا حاجه سلبيه انه انسان كي يجي يحدثني في معضله كاني نشعر بنفسي مجبور نعطيه حل نقول له اش قولك هذا ما يقبل هو ما يكمل كلامه ساعته وجسد وهذا كيزيد الضغط لانه الناس مش كي تتكلم على مشاكلها مش بالكاد تبحث على حلول مع عند الاخوه كاني تفكر بصوت عالي كانه اللي كان مضغوط داخل بدنه يخرجوا لبرا ويتقاسموا مع الاخر مش لانه يبحث على حل من الاخر يمكن هو يتحدث مع الاخر فجاه يلقى الحل هو نفسه يلقى الحل به. من العوامل الاخرى اللي تاثر على مستوى تحمل الضغط النفسي عند كل شخص القدره على التعامل مع العواطف فما الشخص اللي يمتلك القدره على تهدئه نفسه عند شعوره السلبي هذا يركح معناتها يرضي يقول لي ما انترددش لي انا راني اعصابي انا راني بوتيتر تعب يلسي بيان ميتريزي معناتها يميتريزي والشعور نتاعو هذا ينجم يعاونوا على تحمل الضغط النفسي هذايا ولازم التحضير ليه مش اشياء معناها معطاطه كاكا نقول التحضير ليه فين كما قلت نعمل نظام حياتي ايجين معناها ايجين دو في فما صحه في الحياه نعمل نظام حياتي صحي مثلا ضروري ناكل اكلات صحيه معناها مش مراية اكلات كي نقول اكلات صحيه هي متوازنه ما نشيش نعبي كرشي بالماكله والتخمه لانه هذا اللي يستعملوا نقوله لفته نقول في رمضان راه مش للتخمه فما اللي يقول لك وجاء رمضان مش شيخه بالماكله مش للماكله رمضان راه هديه من عند رب العالمين دواء
للبشرية باش تتخلص من السموم اللي تراكمت خلال 11 شهر. لأنه إنسان عنده وزنه 75 كيلو، عنده 15 كيلو شحوم في داخل بدنه، ضروري كي نصوم البدن مش ياكل من الريزيرف نتاعه. إذا نقول لما نشوف لنفسي نمط حياة صحي، أن نقول يلزمني مرة في نص ساعة في النهار نتمشى، إذا أنا عندي سيارتي ولا عندي نتنقل بالسيارة ونروح من العمل في البيرو، ديما تخدم في البيرو، ضروري أنه نتمشى نص ساعة، ضروري أنه أكلة كما قلت متوازنة وصحية ولو قليلة ولو بسيطة، لكن تكون متوازنة بين الخضر والثمار ولا والأكلات، ما ناكلش الحر برشا، معناها نعمل أكلة صحية. ضروري أنه نتواصل مع الآخرين كما كنت تقول، نكون عندي حياة عائلية، ما نقعدش قدامي أنا والتلفزة ولا ما نتواصل مع الآخرين. ضروري أنه عندي صديق نكلمه على بعض الإشكاليات ولو البسيطة، مش نكلمه باش نقلقه ولا نرزن عليه ولا نبحث عن حل، وإنما تفريغ. إذا ما نفرغش الضغط اللي عشته في البيرو نفرغه البرة، يمكن هذه بعض الأشياء الصحية اللي تخلي إنسان قادر يتعامل مع ستريس ويعقله وما يدخلش في الديتاي، ولكن يشوف المسألة الشمولية الموضوع. والآخر أبسط شيء تلقاه انهار ودخل في هلواس هالستريس هذا. هنرجع بك النقطة أنت ذكرتها من مستوى التحمل، من العوامل اللي تأثر على مستوى تحمل الضغط النفسي. التحمل ديما نحكي روا هي موقف الشخص وتوقعاته. اش معناها؟ كيفاش كيما قلت انت بك، كيفاش كل واحد يغزل الدنيا، معناتها يا خويا الجانب ايجابي الجانب السلبي اللي احنا ساعات نقولوا بالعاميه بربي الدنيا كل ما خذها بضحكه، واللي يقولوا شبي يقولوا انا خل نضحك خير ما اني نستريسي وندخل بعض يكها. هذيك راي تفرق ويكون عندها الاثر الايجابي في مدى التحمل، راه مش معناتها في مدى التحمل وتعامله معك الضغط هذاك. يعني يعجبوني في مصر، في مصر عندما يكون فما وفاه يدفنوا الميت نتاعهم، وفي الليل عادة مصرية يتلموا العائلة ويلوجوا عن نكت على الميت، يبحثوا الأشياء اللي تضحك في الميت اللي يحطوا فيها، هذه تساعدهم أنهم أكل الحداد نتاعهم يخف، ما يقولش الحدية نتاعه، وإنما بالفذلكة ينجموا يتغلبوا على الشعور السلبي اللي هو شعور الحزن والفقدان. إذن الفذلكة هي نوع ما من رأي مش نقص من قيمة الموضوع، وإنما تعطي كما قلنا لكل رب العالمين سبحانه في كل شيء، فمش حاجة في الدنيا فيها الإيجابي فيها السلبي، ما نحصرش نفسي كان في السلبي ونبقى توصلني لكآبة وللضغوطات، نشوف السلبي على الأقل كما قلت بجانب السلبي نشوف الإيجابي. فمن يقول لك كما قولوا حتى في العامية، خلينا نرجع بك لتونس كان تسمح لي استاذ فيصل، لكن يقول لك ساعات واحد يعدي بضحكه وكهو، معناتها يقول لك انا عندي فيها بضحكه، فما ناس يفهموا عداها بضحكه كانه سامحني يقولوها متملح، انا ما عادش عاطي اهميه، لا مش هذيه، مش ما عادش عاطي اهميه، وانما يخفف، هي التخفيف والتعديل ضروري في حياتنا. هذيك اللي باش يزيدني زادة الى مستوى اخر من العوامل اللي تاثر على مستوى تحمل الضغط النفسي، اللي هو المعرفه والتحذير، انه الواحد يبدا عنده درايه انه يقول راني انا تو باش تعدى بيريود صعيب، انا راني داخل على امتحانات، راني باش نعدى بيريود صعيبه لازم نحضرها، انا راني مشي نخدم في بلاصه اخرى باش تبدل علي دينيتي باش نلقى روحي وحدي لازم نحضرها، هذايا الكل انا راني اليوم مريض دونك باش نتعامل مريض لطفي ربي بالسكر، دونك لازم نتعامل معاه به، ماشي يطيح مورالي يقول لي يرمي ويقول لي صايم رطب السكر، ليه؟ المعرفة والتحذير هذوما يأثروا على مستوى تحمل الضغط النفسي. المعرفة والتحذير يخلي كما قلنا نرجع للفكرة اللي ينحي الجانب الدرامي، لما نحدد المشكلة ونحضرها بالنجم، أنا أبنائي وبناتي اللي قاعدين مشيت يعديوا الباك ينجم الفيزيون، معناه ينجم كأنه يتصور لحظة الامتحان، هو قاعد في الامتحان ينجم الآن يستبق هذا التحضير، فيزيونيلي شوز افون داريفي، نقول نشوفها قبل ما تقع، هذا نوع ما لما تقع نهار تلتقع تكون كأني شفتها سابقا كأنه حضرت لها. إذا فما عمليات نفسية تخلينا نمتص الجانب الضغط وما خليوش
حاد في 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 نفسي. فما الدعاء في الإسلام يبين هالجانب هذا الامتصاص، يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة يقولوا إن لله وإنا إليه راجعون، كأنه في النهاية يقولك تيش تو وقع أنا طردني من العمل، لا إن الله إن إليه راجعون، في النهاية ما راجعين رب العالمين، كأنه يمتص من درامية العملية، كأنه انتهى العالم، لا ما انتهىش العالم. فما في النهاية مراجعين الرب الكلنا والمرضية تولي بسيطة. خلنا نعطيك إن لذيق الوقت كان تسمح لي، خلنا نعطيك بعض الأمثلة الدارجة مثلا عند التوينس. شبيك معناتها شبيك تتكيف، قول كريتو السيجارة ذاك مع ستريس معنا واحد يروي عاون، فما هل العلاقة هذية؟ هي هي النوع ما الدخان كأنه نفسيا مش واعي بشيء ذا، كأنه الدخان يحجب على المحيط، كما قلنا فما نوع ما من العزلة ونوع ما من التخصيص، كأنه حاجة خاصة به وكأنه نداء للآخر، قول شبيك تمتص في السيجارة، معناها كأنك مصفاها بالمثل، فما نداء استغاثة لا واعي، وفما الدخان كأنه يحجبه على يحب يخليه هو محتاج أنه يبقى وحده في المشكلة. قلك بربي متكلمنيش راني خلنا من السيجارة وتو نرجع نفهم صحيحة هذه وإلا لا ما عندها ولا تفعيل هذه كلها مسائل نفسية. كيفها كيما للكول، كيفها كيف للكول، عم فماش ولا دراسة علمية بينت أن النيكوتين ولا للكول أثر في مشكل وحل والقالوا حل. كيفها كيما المخدرات، كيف المخدرات كلها أدوات ثانوية تخدر الإنسان، صحيح تخدره لأنه شعر بألم معين يفكر أنه في التخدير بالسيجارة ولا بالألكول ولا كأنه يعمل فاصل، كأنه هو غير قادر أنه يأخذ فترة راحة بوز، يأخذ راحة من المشكلة هذه. خطر جيت الفكرة متاع البوز هذه يأخذها بالأدوات هذه المخدرة، تمنحني كل الوقت الصغير هذيك تمنحه ما غير ما يستفاد منها، لأنه اليوم ظل مخدر ما ينجمش يفكر في مشكلته. إنسان مخدر ما ينجمش يخمم مليح، هذي متفاهمين فيه المبدأ هذي. حاجة أخرى، كيفاش نجم أنا نطلب من أم نقولها نستريس با خاطر يدي متخم في مستقبل أولادها، قراية أولادها كليو ما كلاوش باش يجيب لي مش ينجح مش باش ينجح، نجم نطلب أنا منها تقول لك ستريسي من صغاري يعني. صحيح هذي في النهاية الدين الإسلامي راني دائما نقول مش مسألة عبادات، مش مسألة إيمان، الدين الإسلامي هي بسيكوثيرابي، الدين كل الديانات المسيحية ولا جات للإنسان السماوية، ديانات السماوية ديانات السماوية جات لعلاج النفسي للإنسان. عندما إنسان يكون أمام قلت لي الأمة اللي تفكر فيه قول خليها على ربي، كلمة بسيطة، احنا لأنه ربي يرزق كل دابة في الأرض، ربي رو ليس بظلام للعبيد، إذا لو عندك حسن الظن بالله حسن الظن تخفف. أنا ما قلتش أنه ضروري نهتم بمستقبل صغاري، لكن مش نهتم نولي هم ماسكني ويعطل لي حياتي أو سبل حياتي، إذا ذكروني نذكر ربي، لو نذكر ربي يقول ربي معين، وأكيد مش يبارك لهم مهما كان جهدهم، بارك لهم في امتحاناتهم في مستقبل، وربي هو اللي مش يرزق المستقبل، مش لا المجتمع ولا الإنسان. هذا الإيمان هذا يخلينا نتحمل الضغوطات. صحيح. قبل ما نختم معك في أقل من دقيقة ما زلتنا أستاذ فيصل، وخليته في الأخر هنا سؤال هذا ويجيتنا به معنا، مش نبعد شوية على الجانب العلمي، مش نبعد شوية على الجانب الطبي. يعني كنت أتمنى الوقاية مش ليه حتى المرة الجاية نحكي في جزء من الوقاية، خطر ستريس موضوع كبير. صحيح. اللي يهمني يعني مش حكينا على الدينات السماوية الكل، اللي يهمني معناتها الإسلام هو دين، الدين الإسلامي في حد ذاته والعبادة في حد ذاتها هي جانب صحي لتحمل الضغط، هذا فكي علاقتي بالخالق أثناء الدعاء وقت اللي نقرأ القرآن وقت اللي ماشي نصلي، فكل لحظة هذيك الكل راي راحة نفسية تأثر إيجابا على حالة الضغط اللي كنت عايشها بسبب الحياة والصغار والعرف والدواء هذوما الكل، راي العبادة وصلت نحكيها أكيد، لكن كيفية ممارسة هالعبادة، مش مثلا إنسان يمشي يصلي 20 ركعة هو ستريسي ما فادته في شيء، الإنسان اللي
الخشوع، نسميه الخشوع في الدين، الخشوع هي نوع ما من الاسترخاء، هي نوع ما من التسليم. الإسلام جاي من التسليم، تسليم بقوانين الدنيا والكون. إذن لو نسلم بقوانين الدنيا ونقول إن الله وإن إليه راجعون، نوع ما من الراحة النفسية، نوع ما من الهدوء. وللأسف احنا في المساجد نقولها للأيمة، ضروري يركزوا على الجانب المردود الصحي للعبادات أكثر من المردود الثواب والعقاب، لأنه الإسلام هو روشيتا، هو وصفة صحية للإنسان. ضروري نستفاد من رمضان باش نجدد صحتنا الجسدية والنفسية. آخر حاجة هي مسألة كيفاش ناخذ مع نفسي لحظة تأمل، ربع ساعة نجلس وحدي ونتأمل نفسي، نرتاح، نتنفس. التنفس، التمرين اللي أعطيته المرة الأخرى، يمكن مرة أخرى نعاوده، كيفاش نتنفس بعمق. فما تنفس الصدري والتنفس البطني، نحط يدي على صدري. استاذ ميساج مراجيه تو خاطر يضيق الوقت، راهو الموضوع كبير، ميساج يضيق الوقت ونحكي ونعاودوا نرجعوا مراجيه نقولوا كيفيه التعامل والنصايح اللي نجم نقدموه وهو اللي يهمنا. استاذ فيصل الكعبي مختص ومعالج نفسي، انغرو ميرسي لحضورك بحضنا واجابتك على مجموعه من الاسئله فيما يخص الضغط النفسي. انغرو ميرسي ليكيب كامل كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي اللي امنوا لكم اكثر من 120 دقيقه من بثنا باش نتلاقاو غدوه في نفس التوقيت. الدائره الصحيه الوسلاتيه، مدير الدائره الصحيه الوسلاتيه باش يكون ضيفنا غدوة في زون سانتي من 11 حتى نص نهار. ديسي لا أدما بسيف. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فام نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10 نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.